في الجزائر خرجت العديد من التظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة. العديد من التظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة دي مظاهرات في منطقة جيجل. التظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة، والذي لم يخاطب الشعب من أكثر من 5 سنوات، كمان نشطت في مدينة خراطة. أتذكر جيدا أول مرة في هذا البرنامج تطرقنا فيه لبوتفليقة، وكان هذه المرة استثنائيا، وكانت المرة الأولى عربيا إن لم تخن الذاكرة، والهجوم كان كاسحا. وللأسف أثبتت الأيام رؤيتنا والتي يتبناها هذا الشعب. الشعب الجزائري خد ضربة رهيبة في التسعينات ترعب أي شعب إنه يخرج تاني، درس رهيب بفلوس السعودية في العشرية البيضاء. ولاية عنابة خرجت أيضا بتظاهرات حاشدة رافضة أن يحكمهم ما تبقى من بوتفليقة، ربنا يديله الصحة. شباب ورا شباب وقدامهم شباب، الغالبية العظمى من الشباب. عنابة لم تكن فقط في الشوارع، فريق اتحاد عنابة وجماهيره، جماهير اتحاد عنابة هتفوا في الاستاد ضد العهدة الخامسة. بوتفليقة يا المروكة بكاس عودة خمسة. لم تكن فقط جيجل ولا خراطة ولا عنابة ولا جماهير اتحاد عنابة، ولاية برج بوعريج خرجت رافضة لعهدة خامسة. بوتفليقة يا المروكة ما كاش عهدة خامسة. بوتفليقة يا المروكة ما كاش عهدة خامسة. بوتفليقة يا المروكة ما كاش عهدة خامسة. بوتفليقة يا المروكي ما كاش عهدة خمسة. 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 بوتفليقة يا المروكي.
المروكي مكاش عندها خمسة، بوتفليقة يا 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 المروكي مكاش عندها خمسة، أحد الشباب اللي دعوا للتظاهرات في برج بعريج إبراهيم العلامي تم اعتقاله، ودي كانت كلمته اللي قالها قبل الاعتقال. لا تدمير لا تكسير، لا تدمير لا تكسير، نحن نريد التغيير، نحن نريد التغيير، لا تدمير لا تكسير، لا تدمير لا تكسير، نحن نريد التغيير، نحن نريد التغيير، هذا الشعب لا يريد، هذا الشعب لا يريد بوتفليقة والسعيد، بوتفليقة والسعيد، هذا الشعب لا يريد، هذا الشعب لا يريد بوتفليقة والسعيد، بوتفليقة والسعيد، نحن رجال الميدان، نحن رجال الميدان، لا تكسير لا تدمير، لا تكسير لا تدمير، نحن نريد التغيير، نحن نريد التغيير، يا أبو يحيى يا جبان، يا أبو يحيى يا جبان، الجزائري ماهوش فرحان، الجزائري ماهوش فرحان. هتاف الشعب يريد إسقاط النظام كان مدويا اليوم في الشوارع الجزائرية. تضامن كبير مع التحرك الشعبي في ضد العهدة الخامسة. الزميل والمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي أعلن تضامنه مع التظاهرات الشعبية. لم تعد هناك منطقة وسطى بين أن تكون مع العهدة الخامسة أو تكون مع الشعب الجزائري ومع الجزائر عموما. حبيت نشارك هذا الفيديو لأتوجه إليكم ومن خلالكم إلى السيد الرئيس المترشح، رغم أنني أعلم بأنه لم يعد يسمع ولم يعد يقرأ ولم يعد يكتب ولم يعد يشاهد للأسف الشديد، وربما كما كنت أقول في كل مرة هو مختطف أو محاصر من طرف الجماعة التي رشحته لعهدة رابعة في الظروف التي نعلمها جميعا، ورشحته أيضا في للعهدة الخامسة في الظروف التي نعرفها جميعا، حتى صرنا ضحكة بين الأمم وفي مختلف الأوساط. العهدة الخامسة ستكون مسيئة لك، العهدة الخامسة ستكون مسيئة لنا، ستكون مستفزة لمشاعرنا، لن تتحسن أحوالنا خلال العهدة الخامسة، لأن الجماعة لا تملك مشروع، والعهدة الخامسة لا يمكنها إصلاح ما أفسدته أربعة عهدات. لا ده إنها ما عرفش مين النهاردة ولا مبارح قالك بوتفليقة كتب الخطاب للشعب بإيده لكي يكمل ما بدأه. العكس اللي بيقوله الزميل العزيز حفيظ دراجي. وكالعادة في أوطاننا العربية من المحيط الخليجي، الأمن الوطني في الجزائر يحذر من الشائعات. المديرية العامة للأمن الوطني تدعو مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي للحذر والوعي من تداول المعلومات المغلوطة. انت عارف البداية دايما بالمندسين والروايات المغلوطة، لكن تتزايد كل دقيقة لا كل ساعة دعوات لمليونية حشدة يرى كثير من المراقبين والداعين إليها أنها ستكون غير مسبوقة منذ سنوات طويلة في الجزائر، والتي أخذت درس بدماء العسكر لما الإسلاميين فازوا في التسعينيات، تفاكر بقى الحكاية،
والسعوديه دفعت عشان الاسلاميين ما يصلوش. انت عارف الازمات تبدا عند وصول الاسلاميين للحكم. هكذا حدث في الجزائر، هكذا حدث في فلسطين، هكذا حدث في مصر، هكذا يحدث في كل مكان. وده ليه؟ لان كل الموجودين بيحافظوا على امن اسرائيل. ده المعيار الرئيسي.